الأول للنقاش والذي خصصناه للحديث عن الشأن الصحي، نتناول فيه الحملة التخصيصية الكبيرة حول أهمية التلقيح التي أطلقتها وزارة الصحة. الحملة تمتد من الأربعاء 30 مايو الجاري إلى غاية 8 جوان المقبل. مشاهدينا، للحديث أكثر حول هذا الموضوع يحضر هنا معنا في البلاتو السيد أو الدكتور فتح طربوق، عضو اللجنة الوطنية التقنية الاستشارية للتلقيحات. أهلا بك معنا. أهلا وسهلا بك وشكرا على الاستضافة. شكرا لك بداية على تلبية هذه الدعوة. إذن مثلما أشرت في حديثي، هي حملة وطنية للتخصيص بأهمية التلقيح. لو تضعنا ممكن بداية في صورة الحملة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن قررت وزارة الصحة إقامة تنظيم حملة استدراكية، وأكيد أنها تخص البرنامج الوطني الموسع للتلقيح، يعني ما فيش تلقيحات جديدة ولا وباء، فهو يستلقح استدراك التلقيحات عند الأطفال بين 0 و5 سنوات اللي لم يكتمل بعد الجدول التلقيح عندهم وفق السن. وهذا بعد ما استجابت لرأي اللجنة الاستشارية التقنية للتلقيحات اللي تضم حوالي 26 عضو، فيها أساتذة وفيها مختصين في البيولوجيا وفي طب الأطفال وفي المناعة إلى آخره. فبعد ما لاحظت اللجنة انخفاض مستوى التغطية فيما يخص التلقيحات المبرمجة، ونذكر بأن هناك 11 مرضا نلقح ضده في الجزائر، فلاحظنا في سنة هذه 21 خاصة سنة 22 انخفاض في نسبة الأطفال الملقحين مع تجاوزات يعني بالنسب من ولاية إلى أخرى. نعم، ممكن خلينا نذكر من جديد بالأعمار المعنية. هي من 0 إلى 5 سنوات، يعني من الولادة إلى 5 سنوات. هذه الفئة بالتحديد. هذه الفئة لأنها هي الفئة المعنية هذه بدء بالجدول الوطني الموسع للتلقيحات اللي يبدأ نذكر منذ الولادة إلى غاية الشهر 18، ثم نستأنف في مجال او في نطاق الطب المدرسي في السنوات الاولى ابتدائي والاولى متوسط والاولى ثانوي. فلاحظنا بلي هذه الفئه العمريه هي اللي نقصت بصفه محسوسه عندهم التلقيحات، لا سيما فيما يخص تلقيح مثلا المكوره الرئويه لونتي بنوموكوك اللي نديروه في عام، وين النسبه هبطت تحت 70%. الجرعه الثانيه تاع لقاح بوحمرون اللي نديروه في 18 شهر في 22 نسبه وصلت حتى 71% فقط. بينما نعيد ونذكر باش نقولوا بان لقاح، ناخذ مثال لقاح البوحمرون اللي هو بالتذكير لقاح ثلاثي، يعني ماشي بوحمرون، وضد بوحمرون والحصبه الالمانيه والغده النكفيه لو اغوا اللي يندار الجرعه الاولى في 11 شهر والجرعه الثانيه اللي ماهيش اعاده، هي جرعه ثانيه ضروريه حتى تضمن التلقيح. الكل يعلم بانه لو نسبه التلقيح ما تبلغش 95% على مستوى مثلا الولايه، فان احتمال ظهور وباء مثل بوحمرون وارد عند انخفاض هذه النسبة. لذا علينا ونوجه هذه الشكر لشروق النيوز على هذه الاستضافة، هو النداء نوجهه للأولياء. يعني ما هيش حملة تخص وضعية وبائية ما، إنما هي حملة استدراكية. نعم، إذا هي حملة استدراكية غتخباش كما نقول. نعم، حملة استدراكية، ونخصص اليوم هذا الملف لتوعية الأولياء بأهمية التلقيح. لو نتكلم عن الأماكن المخصصة للتلقيح، وهل هناك ممكن شروط لتلقي الطفل اللقاح؟ شكرا. دكتور، هي حملة وطنية. نعم، يعني تخص 58 ولاية وتخص كل مراكز التلقيح اللي اعتادوا الأولياء يقصدوها لأجل تلقيح أولادهم خلال السنة الأولى والسنة الثانية. هي نفس المراكز راح تفتح طيلة أيام الأسبوع وتشتغل ماشي بالمواعيد كما العادة. نعم، يعني من مولفين الأولياء يروحوا ياخذوا موعد تاع دوزيام موا تاع كاتريام موا إلى آخره. هذه المرة من 30 ماي حتى ال 8 جوان المراكز مفتوحه حتى يوم السبت ويوم الجمعه وبدون مواعيد. فاي اولياء لاحظوا بان هناك ينقص وليدهم اي لقاح ما داروش بين 0 و5 سنوات يروحوا للمركز الصحي او لا بي ام اي او مركز التلقيحات المؤلفين، يروحوا ليه حتى يستدركوا التلقيحات. ونوجه نداء كذلك لكل الاطباء ليفحصوا يوميا الاف الاطفال في الجزائر، يراقبوا ويطلبوا مراقبة الدفتر الصحي
وأي طفل وجدوا عنده تأخير في أي لقاح بين 0 و5 سنوات ماذا بهم يرسلوه مباشرة إلى أقرب مركز صحي تتم فيه التلقيحات حتى تتم عملية الاستدراك. طبعا الطفل راح يشوفه طبيب المركز يسقسوه إذا في أي مانع أو مريض ولا عنده موانع، مع التذكير بين قوسين أن الموانع الحقيقية للتلقيح والله ضئيلة وأعتقد نقول استثنائية، حتى هذيك الحمى الخفيفة والمخاط هذاك اللي ممكن لاحظوه في أيام البرودة هي ليست موانع حقيقية للتلقيح. وعلى كل حال نطمن الأولياء بأن الطفل قبل ما يلقح كالعادة راح يشوفوا الطبيب وتسألوا الممرضة، وفي وجود أي مانع يشوف العامل أو المكلف بالتلقيح يشوف بأن هناك مثلا حالة قد تمنع يستشير الطبيب الموجود أمامه ويقرروا مع بعض عملية التلقيح أو تأجيلها يومين أو ثلاثة. لكن هذه فرصة كبيرة نعاود نأكد للأولياء بدون خوف وللزملاء أطباء الأطفال وأطباء العامين اللي يفحصوا يومين الأطفال سواء في الاستعجالات ولا في الكونسلتاسيون أوردينار مدى بهم يراقبونا الدفاتر الصحية ويسقسوا الأولياء هل وليدكم كمل التلقيح تاعو مقارنة مع سنه، يعني الطفل اللي جينا في عام نسقسوه درت الفاكسين تاع 11 شهر درت تاع 12 وأي تأخير يبعثوه مباشرة للمراكز الصحية المتفرقة والموجودة في 58 ولاية عبر الوطن. دكتور، نتكلم دائما حول أهمية التلقيح التي تلخص في هذه الحملة الوطنية التحسيسية للتلقيح. ذكرت نقطة مهمة وهي أن الحملة ليست نتيجة وباء معين بل هي حملة لاستدراك البرنامج الوطني الموسع للتلقيح. كان ممكن هناك تأخير في هذا البرنامج، ما هي أسباب هذا التأخير؟ أسباب كل الناس تعرف بأن وباء كورونا خلى مخلفات أكيد. وما أدراك بكورونا صح. من بين المخلفات اللي خلاها باعتراف المنظمة العالمية للصحة اللي ذكرت في تقرير باوش بعيد عنها أنه حوالي 64 مليون طفل في العالم حرموا من مختلف التلقيحات من جراء وباء الكورونا. فنحن أيضا في الجزائر تأثرنا بهذا الوباء ونسبة التلقيحات نقصت بسبب انتشار هذا الوباء لظروف الكل يعرفها من الهلع الخوف الحملة التي شنت على التلقيحات وبأنها تلقيحات ضارة بالصحة إلى آخره. فهذه خلت بعض العزوف تاع بعض الأولياء يخلوا يهابوا التلقيح وهما يحتاجوا منا على كل حال باش نقنعوهم، وهذه فرصة بأنه بكل بساطة أن التلقيحات هي المجال الوحيد للوقاية على الأقل من 11 مرض معدي خطير، الدفتيريا، العواية، بوحمرون، التهاب السحايا، البنوموني، لزوتيتا ريبيتيسيون، كلها يضمنها مختلف التلقيحات اللي نقول هي ضد 11 مرضا معديين وخطيرين يضمنهم بإذن الله التلقيح. ونسبة الإصابة عند الأطفال الملقحين قد تكون معدومة في أي مرض إلا بعض الأمراض ممكن الطفل يعاود يديرها في سن كبير لكن ميست بالخطورة. ونأكد بأن هذه الفترة تاع 0-18 سنة 0 عامين هي أخطر فقرة لتتعرض لها الأطفال لأمراض معدية خطيرة. وكما قلت قبيلة نعود نذكر للناس اللي نساو بلي في سنة 2018 و2019 نظرا لانخفاض التلقيح ضد بوحمرون الجزائر عرفت 50 حالة وأكثر من داء البوحمرون اللي فيها حتى وفيات كثيرة في صفوف الأطفال وحتى البالغين والكبار من جراء الإصابة بوباء البوحمرون، اللي السبب الوحيد هو أن الأشخاص كلهم دون استثناء كانوا غير ملقحين. نعم، إذن دكتور أشرت إلى نقطة هي أن التلقيح سيكون ضد 11 مرض معدي. نعم. تكلمت عن أهمية التلقيح اليوم مع انخفاض نسبة التلقيح بسبب انتشار وباء كورونا، هل بإمكاننا التوقع ولو بشكل جزئي ارتفاع في نسبة هذه الأمراض؟ لا، إن شاء الله يستجيبوا الأولياء وعمر الصحة كلهم إن شاء الله يكونوا مجلدين خير هذا الأسبوع باش نضمن له أكبر نسبة، يعني نطلعوا النسب إن شاء الله إلى ما فوق 90% في كاع مختلف التلقيحات اللي موجودة. وأنا أفتخر في الجزائر بدون ديماغوجية بأننا عندنا مقارنة بالبلدان الأفريقية والعربية عندنا برنامج للتلقيح من أحسن البرامج وهو مجاني 100%، وبفضله
بفضله نجحنا باش نستأصلوا كثير من الامراض، الحمد لله، لابوليوميليت، بوحمر نقصت، العوايه، الدفتيريا، التيتانوس، داء السل نقص كذلك عند الاطفال، كلها بفضل البرنامج الوطني. ونقدر نقول وافتخر انه انجح برنامج للصحه العامه في الجزائر هو برنامج الوطني الموسع للتلقيحات، اللي هو في تغير، واللي هو في تجديد مستمر. وازف الخبر على الفرصه بانه ان شاء الله في الاشهر المقبله بعد ما ننتهيوا من حمله الاستدراك ونقيموا الحمله ان شاء الله، وراح يكون النسب مرتفعه بالنسبه لكاع التلقيحات بوغ تو لي فاكسان. كاين لقاح جديد، يعني نعم، جديد في شكله لكن ماشي في محتواه. الاولياء يعرفوا باللي مثلا في شهرين وفي اربع شهور، سنتطرق اليه دكتور في حديثنا. ممكن نبقى دائما في سياق التوعيه. ذكرت نقطه هي انه بعض الاولياء ممكن يخافون من تلقيح اولادهم. هنا يجب التنويه بانه الخوف يكون من عدم التلقيح، لانه الاصابه بالامراض تكون بشكل كبير. ونقولها مثلا حتى الاولياء اللي مثلا ذكرونا جابوا لنا على بالك تاثير وسائل التواصل الاجتماعي عندها تاثير سلبي في ميدان التلقيح، لا سيما في البلدان اللي شويه المستوى العام يعني الثقافه الصحيه ناقصه شويه، وحتى في البلدان يعني المتقدمه. بسؤال بسيط، اذا كان لقاح مثلا يمد لنا اثر سلبي يعني في سكوندير في مثلا 100,000 شخص، راح يحمينا 999,000 شخص، ومع احتمال ظهور اثر سلبي يعني في سكوندير عند شخص واحد. وكما يقولوا بلغه فولتير المعاصره هنايا با فوتو، وبلغتنا الجميله تاع الشارع واش جاب بالجاب، واش جاب حمايه 990,000 شخص باغ اكزومبل لاحتمال اصابه واحده باثر سلبي. اما هذوك الاثار السلبيه الجانبيه عفوا اليوميه كالحمى والعيا، زيد يقول لي اللقاح هو دواء. هيا اتحدى اي واحد يفتح علبه تاع دواء ما يقراش فيها داخل النشريه اثار جانبيه. نعم صحيح، ياك هو دواء، دونك الاثار الجانبيه موجوده. لكن اؤكد واقول بان ميزان الاضرار والمنافع، ميزان المحاسن والمساواه بين التلقيح وظهور امراض كما ليباتيت بي ولا لا روجول ولا التهاب السحايا تاع البنوموكوك ولا لا كوكلوش العوايه ولا الدفتيريا ولا شلل الاطفال، الميزان الكفه تميل الى التلقيح ثم التلقيح ثم التلقيح. نعم، ولعل ممكن دكتور الابواب او الحمله التحسيسيه التي ستقام هذه الايام هي فرصه للاولياء للقضاء على الشائعات مثل ما ذكرت، مواقع التواصل الاجتماعي والسماع من اطباء مختصين. ان شاء الله الزملاء في المراكز التلقيح يحسنوا استقبال المواطنين ويفهموهم بان هذا حمله استدراكيه، وباي ان طفل، اي طفل مخصوص يعني ناقص جدول التلقيح عنده يعتبر طفل غير محمي تماما ضد الامراض التي لم يلقح من تلها. وناكد باللي اذا كان برنامج مرض مثلا كما الدفتيريا والتيتانوس والعويه والتهاب الكبد با مبرمج عنده ثلث لقاحات يعني جرعتين زائد اعاده، نقول باللي الحمايه لا تكتمل الا باتمام هذه الجرعه الثلاثه. داء بوحمرون اذا درت لقاح واحد نسبه الحمايه قد تكون 80-85، كي دير الجرعه الثانيه تاع 18 شهر فالحمايه تكون تقريبا 99% الى 100%. اذا احترام عدد التلقيحات، احترام مواعيد التلقيح، لانه اي تاخير قد يجعل من العمليه التلقيحيه او العمليه المناعيه اللي يحدثها اللقاح في الجسم قد يجعل منها ناقصه نوعا ما وغير ضامنه بالنسبه للحمايه لاي مرض ما. احترام المواعيد والفتره بين لقاح ولقاح هذا كذلك يدخل في شروط نجاح العمليات التلقيحيه وضمان الوقايه من امراض المعديه التي ذكرت بعضا منها. نعم دكتور، لو نتكلم أكثر حول تفاصيل العملية، ذكرت نقطة مهمة وهي عدد الجرعات. اليوم ممكن الطفل الذي ينقصه جرعة أو جرعتين، على أي أساس ممكن تقدم له الجرعات وكيف تتم العملية؟ شكرا جزيلا، هذا سؤال مهم. وعلى كل حال التعليمة الوزارية اللي صدرت يوم 24 ماي واللي توزعت إن شاء الله بطريقة مليحة في مختلف المراكز الصحية عبر مديرية الصحة وعبر جمعيات وعبر إن شاء الله وسائط الاتصال الاجتماعي توصل لكل الزملاء العاملين في قطاع الطفولة، فيها مبادئ الاستدراك. نعم. لناخذ بعين الاعتبار
سن الطفل، الفترة العادية بين لقاح ولقاح، وكذلك درجة التأخر. مثلا مدوا مثال بسيط، انه طفل جاني مثلا في 6 شهور، في 6 شهور ما دارش الفاكسين تاع 4 شهور. نحسب اذا كان بين عادة بين تاع شهرين وربعة، كاين شهرين ياك بين الفاكسين تاع دموة وتاع كاتما، يا دموة. بصح حنا كي نكونوا في الاستدراك هذيك المدة تقلص إلى 6 أسابيع. يعني ممكن كان مادام جاني في 6 شهور ما دارش تاع شهرين، ندير له دركا تاع شهرين وما نعاودش نكونفوكيه بعد 4 شهور، لا بعد شهرين، نكونفوكيه بعد شهر ونص. دونك مدة التلقيح تنقص، مثلا المدة بين اللقاح تاع 4 شهور وتاع 12 شهر اللي هو الإعادة، عادة 8 شهور. ياك عاد 8 شهور بين 4 و 12 8. كي يكون الطفل فايتو الوقت يمكن أنني هذيك المدة نقلصها إلى 6 أشهر. مثلا طفل يجيني في 19 شهر ولا 18 شهر ما دار حتى جرعة تاع بوحمران، فندير له وحدة اللي كانت مقررة في 11 موا، ندير له جرعة تاع 11 موا، ما نستناش 7 شهور لأنه بين 18 و 11 كاين 7، لا شهر من بعد ندير له الجرعة الثانية. شوف دونك العملية فيها تقنية، وهذه المعلومات كلها راهي متوفرة في التعليم الوزارية، والأطباء والزملاء الموجودين في المديرية الصحة والأطباء الأطفال اللي موجودين في العيادة مستعدين باش يجاوبوا على هذه الانشغالات تاع الزملاء اللي راح يقوموا بالعمليه الاستدراكيه اللي نتمنى لها كل النجاح ان شاء الله. نعم بحول الله. اذا هي حمله تحسيسيه، ذكرت انه بعد الحمله سيكون ممكن هناك الجديد ان شاء الله. نعم الجديد، لو تضعنا في صوره الجديد. وهي البشرى انه الاولياء نقولوا بلي هذوك ثلث حقوق اللي نديروهم للاطفال في شهرين وفي 4 شهور وفي 12 شهر ان شاء الله راح يتقلصوا الى زوج. يعني راح يكون هناك لقاح يسموه ليكزافانون، لقاح سداسي في ستة لقاح ضد 6 امراض، نديروه في جهه، واللقاح ضد البنوموكوك ضد البريفنال هذاك الانتي بنوموكوك المضاد اللي المكورائيه الرئويه عفوا، نديروه في الركبه الثانيه، وبالتالي الاولياء ما راحوش يعاودوا يولوا باش يستدركوا سمانه من بعد، راح تكون عمليه بسيطه يعني دو موا بعد نعاودو نكونفوكيوه ان شاء الله على شهر يدير الفي بي اللقاح المضاد للابوليو المحقون، ومن بعد في 4 شهور يعاود اللقاح تاع شهرين اللي هي دوزيام دوز، ومن بعد ان شاء الله نكونفوكيوه في 11 شهر باش يدير الاروار تاع بوحمران والحصبه والغده النكفيه، و12 شهر يعاود يدير الاعاده تاع دوكات موا، ومن بعد حتى 18 ما ان شاء الله يزيد يدير الجرعه الثانيه تاع بوحمران، ومن بعد حتى للسنه الاولى ان شاء الله كيدخل الطب المدرسي يستكلفوا باش يعاودوا له، ما نصعب السنه الاولى. كاين هذا العام الجديد انه هناك لقاح رباعي رائع تيترافالون في الدفتيريا والتيتانوس والعوايه والشلل، يعني حتى في طب الاطفال منذ شهرين او شهر ونص او شهرين بدينا في لقاح جديد هو لقاح رباعي اكثر ضمان واكثر فعاليه واكثر امان بالنسبه لتتمه البرنامج تاع التلقيح، اللي نذكر راح يستمر حتى لسن 15 سنه، يعني حتى الاطفال اللي يروحوا في السنه الاولى متوسط عندهم جرعه تاع الدفتيريا والتيتانوس، والاطفال اللي يكونوا في السنه الاولى ثانوي عندهم كذلك جرعه اخرى، وبالتالي ان شاء الله يدخلوا لادوليسونس يدخلوا للحياه المهنيه بعد وهم كاملي التلقيح ان شاء الله. اذا دكتور هو لقاح بجرعه واحده الاكيد له في 6 امراض. نعم الاكيد انه له العديد من المزايا، عنده مزايا مليح خاصه المزايا الكبيره انه لقحه وحده خير من زوج، وكذلك اللقاح المضاد للعوايه تاع لاكوكلوش لونتي كوكلوش اللي هو بين قوسين اللي يسبب في بعض الحالات اثار جانبيه هكذاك كالحمى والالم الى اخره، هذا اللقاح يسموه لونتي كوكلوش اسيلولار الغير خلوي، هو اكثر حنين شويه احسن من الكوكلوشو الانتي كوكلوشو كلاسيك هذاك الكلاسيكي اللي يضموا هذا اللقاح السداسي اللي هو اكثر قلت لك امان واقل تاثيرات جانبيه بالنسبه للاطفال الرضع اللي راح يتلقاوه ان شاء الله في شهرين في 4 شهور وفي 12 شهر. نعم ايضا اضافه الى كلامك ممكن سيقضي على مواعيد الانتظار لحالات الاولياء. نعم يقضي على المواعيد وديك تاع التخلفات، روح عبد السمان نعاود لك، وكاين زملاء ممكن ما يستوعبوش مليح قضيه لي ديلي هذه بين فاكسان وفاكسان، فلاحظنا يعني بكل صراحه في العياده تاعي يوميا نلاحظ يعني تاخرات وسوء فهم واطاله بدون سبب، وقلت نعاود ناكد بانه احسن خير ما نضمن به فعالية اللقاحات هو احترام السن اللي نديروا فيه اللقاح، احترام عدد الجرعات، واحترام المواعيد او احترام الفترات اللي تفرق بين جرعة وجرعة، لانها كلها مبنية على دراسات علمية.
يعني باش ما دارنا تاع شهرين ومن بعد ربعه ماشي نفحه مدارت، لانها نتائج تجارب مخبارية داروها علماء مختصين في البيولوجيا، في الفيروسات، في الميكروبيولوجيا، في التلقيح، في المناعة، باش حدونا أعطونا إرشادات باش قدرنا نحدوا مواعيد التلقيح بالنسبة للطفل الجزائري. وربما أي واحد يقدر يلاحظ باللي من بلاد لبلاد تختلف مواعيد التلقيح، هذا طبعا على حسب الانتشار الأمراض وعلى حسب المناعة الفردية والجماعية الموجودة في أي بلاد. فالخبراء تاعنا منذ مدة ارتأوا باش ينظموا البرنامج وفق هاد العوامل اللي هي تتعلق بسن الطفل، مدى تعرضه للجراثيم وقدرة جسمه على الاستجابة المناعية. فوضع الجدول الوطني للموسع للتلقيحات اللي قلت بأنه أنا أفتخر به كطبيب أطفال، ولهذا أحرص رغم أنني لا أمارس التلقيحات في العيادة تاعي، لكني أمارس الاستشارة التلقيحية وأحاول أن في جهة معينة أقنع الوالدين عن أو نحرص باش ما يدروش التلقيحات في أخر فيهم، وكذلك أستجيب لطلبات الزملاء اللي ممكن يستشوري في حالة ما إذا هذا الطفل دير ولا ما نديرلوش، نعم أخر ما نأخرش إلى آخره. نعم، إذا قلنا هو لقاح بجرعة واحدة، الأكيد أنه سيكون هناك بعض من التغيير في الدفتر الصحي. المواعيد تبقى هي هي. نعم. المواعيد تبقى هي هي، ما بقاش برك في عود ما نديرو طروازن جيكسون ثلث حقن في شهرين و4 و12، راح نديرو غير زوج حقن زائد الجرعه تاع لابوليو اورال تاع الشلل الفموي. يعني المواعيد تبقى نفسها، لكن الاطفال في عود ما يدو ثلاث شكات راح يدو زوج وما يعودوش يولوا باش يستدركوا. طيب. الحقنه الباقيه. طيب دكتور، ممكن كاخر سؤال، ممكن الرساله اللي تتوجه بها للاولياء اليوم بخصوص هذه الحمله؟ رسالتي للاولياء انه لا خوف، هذه حمله استدراكيه للقاحات المقرره وليست لقاحات جديده، دونك ما فيهاش خوف ولا وباء ولا شيء اخر. والنداء الثاني نوجهه للعملاء، العمال، زملائي في عمال القطاع الصحه، لا سيما عمال الطفوله، يعني في لي بيامي، في لي بوليكلينيك، في لي زيرجونس، في لي كابيني، باش يساهموا هما ايضا باش يعطوا المعلومه للوالدين. اثنين يراقبوا الدفاتر، دفاتر التلقيحات، اذا لاحظوا اي تلقيح يبعثوه باش يستكملوا ويستدركوا، يطمنوا الوالدين، يقنعوا الوالدين اللي يقنعوا الوالدين اللي منبنى عندهم شك ولا خوف من هذه اللقاحات. وثالثا في اي حدود اي حاجه يستجبوا للزملاء اللي ممكن يسالوهم على امكانيه التلقيح، تاخير التلقيح الى اخره. فنتمنى كل الناجح لهذه الحمله الاشتراكيه، لانه ما فيها غير الخير، وكل الخير في اننا يكون طفل جزائري ان شاء الله اللي هو رجل غد طفل خالي من الامراض والعاهات، اللي يقدر ان شاء الله يواجه كل تحديات التنميه وتحديات التطور اللي نتمناه لهذه البلاد ان شاء الله. بحول الله. عضو اللجنة الوطنية التقنية الاستشارية للتلقيحات الدكتور فاتح طربوق، شكرا لك على حضورك معنا اليوم.